دي الأضرار اللي احنا تابعناها، الأضرار اللي احنا رصدناها في محاصيل أديرت، في محاصيل أديرت، في منازل السقف بتاعها أساساً معمول بالبوص ومعمول بصورة بدائية جداً، ما تحملش السيول اللي موجودة دي، وبالتالي يعني انهار مع أول موجة سيول حصلت. المكان ده من طبيعته ما بيحصلش فيه السيول، عادة بتبقى أمطار، وبيبقى المزارع هناك بيتمنى أن تحصل أمطار علشان يعرف يزرع وعلشان يبقى عنده مية كفاية. ولكن اللي حصل على غير المعتاد وغير المتوقع بالنسبة للمزارع اللي موجود هناك، إن حصلت سيول. السيول دي أثرت على المحاصيل زي ما احنا شفنا. بيتم الآن حصر كل المساحات المضارة، كل مزارع بيبلغ بالمساحة اللي هو موجود فيها، كمية المحاصيل اللي تلفت بسبب المياه. لو في مشاكل محتاجة تدخل إرشادي، ده نوهنا عنه وقلنا أن لازم يبقى فيه لجان إرشادية تابع، لأن أكيد المياه دي هتسبب أضرار لبعض الأشجار اللي موجودة. فإزاي نلحقها؟ إزاي أن احنا نقدر نتابع مع الفلاح في هذه المنطقة ويكون في تواجد من كل أجهزة الدولة في هذه اللحظة علشان تساعد الناس؟ معايا الحاج عوض من وادي النطرون من قريه عفونه، برحب بيك يا فندم. اهلا بيك، الله يبارك لك. ازيك يا حبيبي، اخباركم ايه؟ الحمد لله يا فندم. ايه الاخبار النهارده يا حاج عوض؟ احنا كنا موجودين عندكم امبارح وكنا شايفين الاداره الزراعيه بيتم الحصر، الاداره البيطريه، وكان في قافله طبيه ايضا. النهارده ايه الحال؟ ما زالت موجوده حضرتك، وجاتنا ناس من المحافظه ووكيله وزاره موجوده عندنا هنا حاليا، والجيش موجود حضر فعلا النهارده تبالك، وفي اكتر من قناه موجوده حضرتك موجوده، وفي ناس كتير موجوده حضرتك، وفي نقيب صحفيين موجود عندنا هنا ان شاء الله تبالك، والناس الحمد لله برضو يعني بتتابع، واحنا بس بنشكر كل واحد حضرته جه وصل عندنا هنا يعني، ده شيء عظيم، واحنا بنشكر الناس كلها صراحه. ولكن كل اللي احنا طالبينه من الناس المسؤوله انها تقف جنبنا، وليس ندين حد او اي شيء، لكن ده قدر من عند ربنا، فيجب علينا على الاقل نقف مع بعض دايما يعني. كلامك سليم. يعني احنا نقدر نقول ان فعلا الناس وقفت معانا وقفه جميله جدا على ما شفنا، يعني ان الكارثه في اسكندريه والكارثه في اكثر من بلد، ولكن الحمد لله الناس وقفت معانا كتير، ونشكر الناس كلها جميعا يعني. خاصة حضرتكم يعني انتوا تعبتوا معانا جدا في التصوير معانا. لا ده دورنا، لكن في نقط مهمة جدا عايزين نتكلم فيها. احتياجاتكم ايه علشان يتم استقرار للوضع؟ مش معقول ان احنا نبقى موجودين في المنطقة دي. هو احنا حضرتك بهذه الصورة، احنا شايفين في صورة عشوائية. الطلبات المطلوبة حضرتك مش محتاجينها يوميا، يعني انت ممكن تجيني النهاردة وبكرة وبعد كده ما نشوفكش تاني. احنا بس مطلوب من الناس ان قلنا ان تقف جنبنا تعمل للناس دي طلبات، تبدا حضرتك بالكهرباء والطريق وخدمات خاصة زي الوحدة البيطرية حضرتك، بتاع البيطرية للبهايم موجودة كتير جدا هنا حضرتك. في ناس فعلا محرومة من الحريم ومن الأطفال ومن الرجالة هنا حضرتك، مفيش وحدة صحية جنبنا موجودة هنا، مفيش حاجة خاصة للناس لأنها تعبانة فيها حضرتك. فإحنا يا ريت الحكومة تقف معانا، ويا ريت حضرتك بس توصل